منور يا عادل. عادل عادل الاهلي في كل مكان. يوم سعيد، يوم اهلاوي خالص. النهارده النادي الاهلي بيفوز على فريق الشمس في كاس السوبر للهاندبول 28-24 مع المدير الفني لفريق النادي الاهلي كابتن ياسر صلاح. بقول لك مليون مبروك، الف الف مبروك، ما شاء الله. امسك الخشب ونمسك المدينه الجميله ديت، دوري وكاس وكاس سوبر وبطوله منطقه، يعني كل حاجه ما فيش، خلاص استعوزت على كل البطولات. هم اربع بطولات فعلا، الدوري وكاس مصر ومنطقه القاهره وكاس السوبر. الاربع بطولات دول من اصعب اربع بطولات في الموسم. انا بقالي معاهم حوالي ده ثالث موسم ليا معاهم، الحمد لله ما خسرناش بطوله. دايما بنعمل تجديد في الفريق. انا السنه دي معايا مواليد 2000 ومواليد 98 ومواليد 96 ومعايا مواليد 88، تمام. الفرقه دي كلها من العناصر دي كلها متواجده معايا في الملعب. عاملين تيم كويس قوي لسنين النادي الاهلي. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لجمهوره، مبروك لمجلس الاداره. الحمد لله رغم الاصابات دوري عنيف شويه السنه دي، شكل الدوري بيتغير رغم الاصابات اللي عندنا. انا بلعب حوالي 3 ماتشات في الاسبوع، الثلاث ماتشات دول بيبقوا كل ماتش ليه بطوله. اول سنه حتى نلعب دوري السيدات اكتر عدد، العدد المباريات اكتر من عدد المحترفين في الرجال، ودي كانت مفاجاه لينا، تمام. والحمد لله وقفنا ضد التيار دوت وعرفنا ازاي نتعامل معاهم. اما الجيم كان النادي الاهلي بيسرعوا، الشمس ما كانش بيقدر يجاريكوا، اما الجيم كان بيهدى شويه عن فريق الشمس. بص، هو احنا لاعبين 5 ماتشات، لعبنا ماتشين ريحنا يوم، 3 ماتشات على طول ورا بعض. ما عرفش ازاي ننظم الفرقه تمشي ازاي في المباريات. يمكن مباراه امبارح كانت مباراه من المباريات الصعبه برضو، ان السبورتنج كان منافس لينا. طلعنا معاه 28 29. طبعا احنا كنا بنلعب على اساس ان احنا عندنا نهائي تاني يوم، فكنا مدرجين المباريات.
الكاس السوبر بالذات انت بتلعب بيبقى ليه شكل تاني، لانه اكنك خسران بره يعني، دون ما انت بتكسب انت موجود في الملعب، فبيبقى ليه شكل تاني، اعصاب تانية، لان خلاص راح منك مباراة خسرت كل حاجة. الحمد لله عرفنا ازاي ندرج المباريات، الحماس بتاع الفرقة، مجلس الادارة دايما معانا في الاوتيل اللي احنا قاعدين في معسكر، الحمد لله على طول معانا. لا السنة دي فعلا سنة صعبة بس احنا قدها، ومجلس الادارة كان في ظهرنا، والنشاط الرياضي طبعا الحمد لله، الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى كسبنا الاربع بطولات. بنشكر طبعا مجلس الاداره، بنشكر جماهيرنا، وبنشكر النشاط الرياضي، وبشكر فرقتي انها للطلب منها عملته، وبشكر جهازي كله بالكامل ان هو ادى معايا وكان واقف جنبي. الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى عشان كده حققنا الاربع بطولات. يوم اهلاوي خالص وانت معايا بقى، ومعانا نجوم 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 الفريق. قول لي بقى البناتك اللي هم سلاحك زي ما بيقولوا، ادواتك اللي استخدمتهم. مي جمعه النجمه النهارده كانت وينج ليفت عالميه النهارده، متالقه النهارده جدا، عايز اقول لك جدا، والمدير الفني والوينج ليفت يعني مش قادر اقول والله. نصر عيد امبارح حمله كمان في الماتش بتاع امبارح، البيلين في الوقت القاتل اللي كسبتك المباراه في اعصاب بهدوء، فكرتني محمد صلاح في مباراه المنتخب وتقلنا لكاس العالم. نصر يمكن امبارح الماتش كان متجزأ ليها، لعبت اول 8 دقائق في الشوط الاولاني، ناس اتفاجئت اللي احنا ريحناها. احنا طبعا ما نطلعش عشان هي وحشه، بالعكس احنا بنريح الفرقه بالجميع، امبارح كلهم ريحوا، وكنت مختار ليها وقت محدد لان انا عارف ان المباراه ممكن تخش في حته اكسترا تايم، فالحمد لله توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، التغيير تمام، والحمد لله الحمد لله انها ادت باقصى مجهود. نصر مليون ما برضه على فكره عايز اقول عند الشقيه ناخدهم واحده واحده يا كابتن، ونبدا بنصر عيد. نصر متالقه النهارده، عملتوا جيم النهارده ولا اروع ولا اجمل، وقدرتوا تحسموا اللقب ما شاء الله، الالقاب كلها استحوذتوا عليه. ولعلمك احنا كمان عندنا ثلاثه الناس المفروض تعمل عمليات، واحنا اصلا بنلعب واحنا مصابين، انا واسراء وياره، فبجد احنا كان همنا ان احنا الفرقه تكسب، همنا ان احنا نحافظ على قد ان احنا نكسب وناخد الاربع بطولات دي، تفرق معانا قوي، ننهي الموسم بشكل كويس عشان نقدر ان شاء الله السنه الجايه نساعد ونخش بطوله عربيه وبطوله افريقيه. فانت وانت بتنهي وانت كسبان فدي حاجه بتبقى كويسه قوي في بدايه الموسم، كل الناس احنا عمار كلنا صغيرين، فالحمد لله بنقدر نحافظ علينا. اليوم مبروك حبيبي، الله يبارك فيك. قولي لي بقى اسراء راح فين؟ مش اسراء اسراء متالقه النهارده، اسراء كنت ناحيه اليمين صح كده اهوت، كانت هي بتلعب هاف طبعا، هاف من منتخب مصر طول عمرها، هاف اساسي عندنا في الفرقه وليه وضعه في الفرقه، وبيعرف ازاي يمسك الملعب، بيعرف ازاي امتى يسرع الملعب، عينه دايما في عينيا، كلها اشارات احنا متعودين عليها، يطلع ينزل تمام، وهي بتنفذ فعلا الكلام ده، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وفقها ووفق الجميع ان شاء الله. ميلو مبروك النهارده، عملت جيم النهارده. الله يبارك فيك. الماتش النهارده كان مهم جدا بالنسبه لنا لانه نهايه السيزون، وكنا لازم على ارضنا وكان لازم نعمل كده، عشان احنا الشوط الاول ما كناش قد كده، بس الحمد لله قدرنا الشوط الثاني ان احنا نعمل فاست بريك ونجري عليهم يعني الحمد لله، وده بيميزنا عنهم. اليوم الله يبارك فيك. هي شام النهارده تالقت النهارده وعملت النهارده جيم ولا اروع ولا اجمل، يمكن اهدافك كانت حاسمه النهارده في المباراه. الحمد لله الحمد لله، يمكن انا امبارح ما كنتش موفقه، فكابتن عمل بعض التغييرات عشان برضو اريح وافصل شويه، لان امبارح ما يعني ما كانش في توفيق خالص. الحمد لله النهارده يعني كنت نازله الحمد لله مركزه، يعني واحد دفاع، اتنين هنجري، هنعمل كذا كذا كذا، والحمد لله الجيم جه سنه، فالحمد لله ده توفيق ربنا الحمد لله. مليون مبروك، ربنا يخليك. ميرسي كابتن الفرقه طبعا. مش بنقول دراع اليمين دايما في دويتو سوا، بنقدر نعرف الفرقه امتى فيها حاجه ما فيهاش حاجه، بتعرف تعالج، وبالذات ان احنا زي ما قلنا احنا عندنا اربع اجيال في الفرقه، فكان الحمد لله ربنا موفقها انها عرفت ازاي ينسجموا مع الفرقه ومع الناس الكبيره، لان حوالي فرق 15 سنه ما بين الصغير والكبير، فكان فرق كبير قوي. ما تكبرنيش بقى يا جنبي. الحمد لله عرفت ازاي تتاقلم وتاقلم الناس الصغيره دي، ان هم نعتمد عليهم ويبقوا ليهم ضلع جامد. كنت عايز اقول ملحوظه، احنا اول سنه في خلال السنين كلها اللي احنا نفنش الدوري ومنطقه القاهره نهايه الدوري، يعني فنشناها قبلها باسبوعين، يعني خدنا الدوري قبلها باسبوعين، وده كان انجاز كبير في ظل الاصابات اللي احنا كانت موجوده عندنا.
عاوزين بقى كابتن نكمل، واحنا النهارده يوم اهلاوي خالص، نكمل بقى. عيد جهازك تجيب لي الدكتوره، يمكن تعالي دكتوره، يمكن النهارده عامله الدكتوره، يمكن الموسم كان صعب جدا وكان شاق. دكتوره سجلت معاك كتير النهارده في طول الموسم، والموسم كان شاق. نقرب شويه، مدربه الاحمال، قربي قربي قربي، مدربه الاحمال يمكن عملت موسم النهارده طول الموسم كان الموسم شاق والموسم كان صعب، عملت موسم شاق الصراحه. مظبوط صح دكتور؟ طبعا الحمد لله. كان شاق، موسم كان صعب، امتحانات وتوالي مباريات، لكن الحمد لله ما شاء الله واقفين على بدنيا، واقفين بدنيا كويس جدا. الحمد لله الحمد لله، هم كانوا قد المسؤوليه، وطبعا بمجهود كابتن ياسر ومجهود الجهاز كله وكل الناس الحمد لله كانت قد المسؤوليه، وربنا وفقنا الحمد لله. مليون ربنا يخليك. بقى كابتن ياسر بقى نتعرف على جهازك. كابتن ياسر كابتن عاطف المدير الاداري، كابتن عاطف مخضرم وعمل اداء هايل يعني ما شاء الله. عاديه تمام، ومش عايز اقول ان هو الدرع الاساسي في المكسب في الاربع بطولات، بحماسه دايما على صله بالمجلس الاداره والنشاط الرياضي، حلقه الوصل اللي ما بيننا. الحمد لله كل حاجه كنا بنطلبها كجهاز كان كابتن عاطف مسؤول عنها، وكان الحمد لله يعني الفرقه كلها الحمد لله بتوجيهات الشغل الاداري تمام، عمل شغل جامد قوي، انا بشكره تمام، بشكره وبقول ان هو فعلا انجاز ومكسب كبير قوي لينا. كابتن عاطف مليون مبروك، ويمكن المدير الفني بيثني على ادائك وما شاء الله عامل شغل كويس. الحمد لله رب العالمين طبعا، وده مجهودنا كلنا مع بعض بصراحه، يعني عشان كلنا يعني في حب وفي تفاهم وعشره سنين مع بعض، ويعني انا اللي بشكرهم كلهم من اصغر لعيبه في الفرقه لاكبر لعيبه، وبشكر اعضاء الجهاز كلهم، وبشكر طبعا شغل خاص لمجلس اداره النادي الاهلي واداره النشاط الرياضي، وبشكر الكابتن محمد فهمي اداري الفريق الاول على ادائه وتعبه معانا، وان هو استحملني وطول يعني طول الوقت دوت والعصبيه والشغل، علشان احنا بنحب بعض، فلازم الحمد لله رب العالمين. اليوم دكتوره رودي يمكن طبيبه الفريق، ما شاء الله يمكن الاصابات تعاملت معاها على طول اول باول، انا خدت بالي كان في غرز باين مؤازمات شغال، وتعاملت بكل ثقه وما شاء الله بجد شابولي. لا ربنا ميرسي قوي، والحمد لله يعني اللعيبه بصراحه رجاله، وكل واحد بيعمل عليه حتى لو هو تعبان وعنده مشاكل بيجي على المشاكل بتاعته لغايه ما الماتش يعدي، وعقبال كل موسم كده ان شاء الله. كابتن صلاح مدرب حراس المرمى النهارده الحارسه، يمكن امبارح تالقت احسن من النهارده كمان، امبارح اتفرجت على المباراه امبارح كانت متالقه جدا، النهارده طبعا الجيم صعب، نهائي بطوله النهارده، يمكن يعني لا ما شاء الله نطمئن على حراس مرمى النادي الاهلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عندي الاربع اجوان بسم الله ما شاء الله زي بعض، بس عندي غدا الخبره بتاعتهم ورايا موني، ورايا موني، فالحمد لله يعني موسم صعب قوي 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 قوي، وعاملين موسم جامد قوي الحمد لله، والف مبروك للنادي الاهلي. مليون مبروك. الله يبارك. كابتن محمد فهمي اداري الفريق مليون مبروك، شوف الخبره بقى، الميداليه مزينه صدرك اهو، نادي الاهلي بياخد بطولات خلاص كله بيفرح. طول عمري بناخد البطولات. انا كام سنه في الاهلي؟ 25 سنه. فاكر خدت كام بطوله ولا؟ كل سنه باخد البطولات كلها الحمد لله. فاكر كام بطوله ولا مش فاكر؟ لا ما احسبها بقى، اخر ثلاث سنين بس. ثلاث سنين كام بطوله؟ باخد كل البطولات يعني. كام بطوله؟ قول اربعه، اربعه في اربعه 16. 16 في ثلاث سنين بس؟ شوف ثلاث سنين الحمد لله. نفسي ما بيعرفوش ياخدوا بطوله واحده. ده احنا الحمد لله النادي الاهلي حبيبي. كابتن محمد معلوش يمكن مليون مبروك كابتن النهارده، يعني علاج طبيعي، الفرقه ما شاء الله بتعملوا مجهود قوي مع الفرقه، التوالي المباريات بيخلي بدنيا الفرقه تبقى محتاجه على طول العلاج الطبيعي، وما شاء الله انت دورك النهارده باين في الملعب. الحمد لله طبعا احنا بذلنا مجهود جامد جدا بقى ثلاث سنين، كابتن ياسر الحمد لله ما فيش بطوله لعبناها ما حققناهاش، وفضل من ربنا، وبشكر كل اللعيبه بصراحه بذلوا مجهود جامد جدا طول السنه ما قصروش، والمجموعه كلها الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كابتن ياسر انا سعيد اللي كنت معاك ومع الجهاز ومع لعيبتك النهارده، مليون مبروك النهارده فوزك بكاس السوبر ما شاء الله كل البطولات مستعوز عليها، مليون مبروك النهارده فوزك على الشمس 28/10. مبروك مبروك لجمهور الاهلي، مبروك لمجلس الاداره والنشاط الرياضي، مبروك للجهاز، مبروك لكل اهلاوي. مليون مبروك. الف الف مبروك. الف مبروك. مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، يوم أهلاوي خالص، اليوم يومك يا أهلي، كأس السوبر من نصيب النادي الأهلي، بطولة الدوري، بطولة الكأس، بطولة المنطقة، وختامها مسك بطولة كأس السوبر، النهاردة مباراة الشمس الأهلي بيفوز عليهم 28/24 ويبقى الأهلي فوق الجميع. مشاهدي قناة الأهلي نرجو أن تكون ساعدته في تغطية خاصة وحصرية لشاشة قناة النادي الأهلي. شاهد على أمجاده وإنه مشرف اسم بلاده واحد 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 واحد، أكيد
الاجيال بتسلم بعض تاريخ مكتوب وتضل في واحد ونتيجه تنمية للاهلي المصري مع رقم واحد العالم شاهد على امجاده وانه مشرف اسم بلاده بجهد ولاده واحد 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 والأهل تملي